رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق أجمعين نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. يتواصل الحديث في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفي هذه الليلة المباركة معنا سورة المسد. الله سبحانه وتعالى أنزلها في مكة وهي مكية، وقصتها عجيبة وفيها إنذار عظيم لكل من سلك هذا المسلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس رضي الله عنه: صعد الصفا يوما في مكة ونادى: يا صباحاه يا صباحاه. واجتمعت قريش فقالوا: ما لك؟ قال: لو أخبرتكم بأن العدو ممسيكم أو مصبحكم هل كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى، ما عهدنا عنك إلا الصدق والأمانة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. العجيب أن أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من جهله وحماقته وطغيانه وكبره وعناده الذي وصل إليه بسبب ما وصل إليه إبليس وفرعون وقارون، الكبر، المال يغير، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إبليس أعطاه الله عز وجل ملك السماء الدنيا، يعني كان من الجن وكان مكرم عند الله وكان ذا علم وذا مكانة عند الله، وأعطاه الله ملك السماء الدنيا، ولكنه تكبر حتى على الملائكة وفضحه الله وبين ما في قلبه، وأصبح العدو الشيطان الرجيم، وتحول اسمه من إبليس إلى الشيطان، شط عن الحق والعياذ بالله. فرعون كذلك لما آتاه الله الملك تكبر وتجبر حتى نفى الربوبية وهو يعلم أن ربه الله، لذلك لماذا يخاف لما تلا عليه قومه وشراح الكتب عنده من التوراة الموجودة عندهم والكتب القديمة الصحف الموجودة، قالوا له، ليست التوراة عفوا إنما صحف، أن في هذا الزمن سيظهر نبي وأصبح يقتل الأطفال. لماذا تقتل الأطفال وأنت رب؟ لماذا تخاف وأنت رب؟ أليس أنت الرب؟ إذن أنت تؤمن بأن هناك رب، ولكنه الكبر والعياذ بالله. فقارون كذلك لما آتاه الله المال قال: أوتيته على علم عندي، أنا نبي وموسى نبي، هو عنده علم وتوراة، أما أنا نبي وعندي مال ولي مكان وجاه عند الله.
وتعرفون القصة التي جرت بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين قارون، وكيف أن الله عز وجل قال فخسفنا به وبداره الأرض، وكيف الله عز وجل أغرق فرعون وهلك. هنا أبو لهب قال الله عز وجل تبت يدا، رد عليها الله. والتب في اللغة القطع والهلاك، القطع والهلاك والعياذ بالله. تبت يدا، الكلام على اليد، لكن هنا العرب أحيانا تطلق على الجزء وتريد الكل، تطلق الجزء وتريد الكل. كاذبة ناصية، ناصية كاذبة، الكلام على الناصية لكن المراد الشخص بالكامل. لكن هنا قد يحتمل، يحتمل أن أبو لهب قد يتوب، قد يتوب، أن الآية جاءت للإنذار، للردع، للتخويف، للترهيب، جاءت للتوبيخ. لكن حكم الله بعدها تبت يدا أبي لهب، وجاء التأكيد أنه لا محالة، هالك وتب. يا أبا لهب ما أخذتك على الأقل الأهمية؟ ما عندك مروءة ولا حمية؟ ابن أخيك على الأقل مروءة، لكن المال أعطاه الله مال وجاه ومكانة وعافية وجمال، كل هذا تكبر وتجبر حتى على ابن أخي، ما عنده حتى مروءة ولا حمية، طبعا ولا دين ولا حول ولا قوة إلا بالله. تبت يدا أبي لهب وتب. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه انقطعت الملاطفة معه، حكم عليه وهو حي والعياذ بالله في النار، سيصلى نارا ذات لهب. الله أكبر والعياذ بالله. هذا إعجاز أن الله يبلغ أنه حكم عليه في النار، وأنه لا خير فيه، وأنه عدو لله كإبليس وكفرعون وقارون وغيره من الأعداء أهل الطغيان في هذه الأرض والعياذ بالله. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أحاطت به النار وحكم عليه بالعذاب وسيموت شر موته، ويلقى العذاب في الدنيا والآخرة، ولا يغني عنه هذا المال ولا هذه المكانة ولا هذا الجاه. وامرأته حمالة الحطب، حتى هذه المرأة حكم عليها أنها في النار والعياذ بالله، لأنها كانت أيضا تؤذي نبينا صلى الله عليه وسلم وتؤذي كل من آمن. وهنا إشارة أن حمالة الحطب أنها أيضا تنذر من النميمة، كأنها تؤجج، والنمام يسمى حمال الحطب، كأنه يزيد الفرقة بين الناس، يزيد القطيعة، لا يسعى في الصلح ولا يسعى للخير، إنما يزيد الشر والعياذ بالله. حمالة الحطب تزيد عذاب أبو لهب وأذى أبو لهب للمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، ما تزيده هذه المرأة إلا أذى والعياذ بالله. وتشجع زوجها وتعينه بالكلام وبالأذى بنفسها حتى هي تضع الشوك. وأصناف الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كانت حتى أنها كانت تربط من كثرة الحماس للعداء، كانت تربط جيدها خصرها بحبال من مسد من ليف حتى لا تنشغل بهذه الملابس في طيها وكفها، لأنها كالذي يشمر كفه لكي لا ينشغل. فهذه كذلك من كثرة العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام شدت إزرها، الله المستعان. فحكم الله عليها بالعذاب وعلى زوجها، وهلكوا جميعا وهم لا شك عندنا ولا ريب.
أنهم في نار تلظى الآن والعياذ بالله في قبورهم. وكل من مات على الكفر لا شك عند المسلم، ونحن هذه عقيدة مسلمة، أن كل من مات على الكفر في العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي اللعنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يترحم عليه ولا يترحم عليه. الرحمة قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، لكن أكمل الآية فلا تكن ممن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فسأكتبها لمن؟ هذه الرحمة العظيمة لمن؟ لمن تاب وآمن واتقى واستغفر وأناب وأسلم وعمل عملا صالحا وكفر عن سيئاته وقرب إلى الله وتقرب إلى الله وتوسل إلى الله ودعا الله، هذا الذي ينال رحمة الله، لأنه رجاها وسألها وسعى لها. نعم أحبتي في الله، أسأل الله أن يجعلنا من المرحومين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، أسأل الله أن يحرم وجوهنا على النار ووالدينا وجميع المسلمين، أسأل الله أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين وسائر بلدان المسلمين، وردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.